الملف الرياضي بامتياز ايمن وهو ملف هلال الشهبه واللي خذاه منعرج الجديد البارح. خلينا نقولوا ما عادش ملف رياضي فقط، ملف يهم جهه كامله، يهمها في الجانب الاجتماعي، في الجانب الشبابي، في جانب قانوني زاد، اللي هذا الكل موجود في ملف الهلال الرياضي الشبي. والمميز انه في الملف هذايا السلطه غايبه منذ البدايه، وحتى معناها الجامعة التونسية لم تتعاطى معه بحكمة. أستاذي، وكأنه ممارسات العنف هو الحل اللي لقاته في ملف هلال الشابة. أكثر تفاصيل، شنو اللي صار البارح في الشابة أمام مقر الجامعة والوزارة، وشنو صار في الشابة؟ هذا باش نعرفوه بأدق التفاصيل في حوارنا اليوم مع السيد توفيق المكشر رئيس هلال الشابة. الانترفيو. سي توفيق، صباح النور. مرحبا معك. نشكرك على تدخلك معنا. سي توفيق، شنو اللي صار البارح؟ هل اليوم التعامل مع ملف الشابة باش يكون بالعنف والمتراك كان صح التعبير؟ سي توفيق، ولا التعامل مع ملف الشابة انا قاعد نشوف فيه هو التعامل بتاع تعليمات في وزير، ما عادش تعليمات بتاع عنف وبتاع متراك وبتاع، هو التعامل بتاع تعليمات في وزير، وذو شيء معناه مهم باش يبدا في وزير راضي عن ملف هذا. نحن البارح جاءوا الناس مشاب بطيئة الحال، حبوا يعملوا وقفة احتجاجية قدام الوزارة، قالوا لهم عادي، فما حتى الشيء، فما حتى المشكل، فما 4 أو 5 عوائل متاع أمن، قالوا لهم حتى حبيت الوزارة، ما حتى كان داخل الوزارة ما يقلقوش. مشات الناس باش تمشي قدام الفيديراسيون، أنا كنت موجود معهم للأمانة، معناتها باش نقول لك أنا عاملين براجة 300 إلى 400 متر من الفيديراسيون، قاع معناها تشنج كبير، كانوا معنا 3 أعضاء مجلس نواب، رئيس بلدية، معنا ناس معروفة بتاع الشابة الكل، باش تقرب الفيدراسيون ما تنجمش. الأمن أنا ريتو أنا عمري ما شفته في حياتي، ما جابوه بطريقة معناها غريبة، ضربت ناس غاديك، الناس كل شافتها وكالي فيديو قاعدة تدور، بطبيعة الحال عائلات متشنجوا في الشابة للأسف، وهذا الشيء احنا كنا نبهنا منه وقلنا راهو عندنا شهر ونصف ونحن ما نحاولوا باش نسيسوا الناس، وراهي لعبة كرة قدم وراهم باش نلقاو حل، وهذاك المساج اللي كنا نعديو فيه كل يوم والناس كل تسمع وانتم في البلاتوات وفي الدنيا كل، هذاك التدخل بتاعنا اللي كان موجود كل يوم، وكانت عندنا معناها احتجاج سلمية مدة شهر ونصف، الناس مشات للولاية، مشات المندوبية، مشات قدام لهنا المرة اللي فايتة قدام الرابطة في تونس، العباد كل يوم تعمل معناها العباد صحيح احتقان كبير، الناس كل مقلقة يلقاو يشوفوا في عائلتهم ويشوفوا في بيتهم، ولات معناتها من حتى الماضي 3 نتاع الصباح واحنا معناها العباد موجوده والناس والشارع، والغاز اللي ما ضربش لا في 14 جانفي اللي في حتى بقى في الشابه ضرب بطريقه مهينه وكبيره ياسر، معناتها مع الوالي انا الماضي ساعتين نتاع الصباح، شنو نقول لك انا تعزيات امنيه عمرها ما صارت في الشابه. سي توفيق، معلل بشنو استعمل العنف؟ هذا الغريب اليوم كي تقولي معنا 3 نواب شعب، معكم رئيس بلدية منتخب، انت كرئيس جمعية موجودين امام فيدراسيون، علاش يستعمل العنف هذا؟ مبرر بشنو؟ معنا زوز رؤساء جمعيات، معنا زوز محامين، معنا 3 مؤسسة اعضاء مجلس نواب، معناتها هذه التعليمات في وديع، البارح جايب 42 جارد كور دون الامن، 42 جارد كور ب 120 دينار الواحد، 6 ملايين في النهار يخلص فيهم. 42 جارد كور يدور بهم البارح معناها من سوسيتي كلموني بودي جارد 42 جارد كور كاري. فهمتش انا هالدوله هذايا الامبراطور هذايا الناس اللي خايفه منه والقاوق الكبير هذايا انسان حتى من الوثائق اللي يبعثها معناها المحكم الدولي يبعثها مدلسه. انسان معناتها اللي يتفاهم في منابر اعلاميه ويتكلم قدام الناس كله ويقول انا ماشي في بروسيدير اكسليري في التاس ويمشيوا للتاس ويتعهد بهذا قدام وزير الرياضه، يتعهد بهذا قدام رئيس الحكومه، يتعهد بهذا في منابر اعلاميه قدام الناس، وبعد يبعث يقول لا ما نحبش انا بروسيدير اكسليري. انسان يجي في جمعيه عمرها 60 سنه يجي في بلاد كلها باش يحمقها كما هكايا، وبالنسبه لي المهمه اللي في مخه باش يتعدى، هذه ماهيش كره قدم، هذا انسان عنده مخطط في مخه، هذه امور وليت انا نشوفها والناس كل تشوفها امور سياسيه. هذا عنده حوايج امور سياسيه، ماهوش قاعد يخلف كره قدم، هذا قاعد يتحدى مش في انا ومش يتحدى في الشاب، يتحدى في الدوله، وهذا عنده امور سياسيه يخدم فيها، ماكل مبغوخ اللي يخدم فيها ويخدم بالكوره توا، اما يخدم في السياسه عمره ما كان يخدم في اللي يتصور في مخه كونه وديع توا قاعد يخدم في الكوره، راهو بعيد على الواقع ما فهم حتى شيء. أيم.
سيد توفيق المكشر، جوز حبيت نعملوا ريكاب صغير معناتها للي صار في المده الاخيره. نعرفوا فاصدر قانون محكمه التحكيم الرياضي برفض الطلب اللي تقدمت به اداره هلال الشبه لايقاف تنفيذ القرار الصادر عن الجامعه التونسيه في القرار الاستعجالي يعني، ثم اصدر دعوه كانت لاستدعاء لسيادتك على خلفيه 10 ملفات تاديبيه اخرى لرئيس الشبه، مع العلم انه سابقا يعني تم الحكم بابعاد وعلى رئاسه الجمعيه من طرف الجامعة. كيف زاد فما حكاية تدليس النص اللي قاعدة يحكيوا فيها، معناتها قاعدة تتقال في الشابة على الترجمة اللي ما كانتش صحيحة وما كانتش عند يعني مترجم محلف. من الثلاثة دوسيات هذوما مع نزيدهم تعيينات المباريات البراج وتعيينات الجولة الأولى دون ذكر هلال الشابة طبعا، سي توفيق شنو في هذا الكل اللي خلى الحراك يصير من جديد في الشابة وقدام الجامعة التونسية لكرة القدم وقدام وزارة الرياضة؟ هذا هو اللي كنت نحكي فيه السيد ذا، معناتها نحن حتى اللجنة الطبية قالوا راهو بالنسبة للكونفينمون حتى اللي يتعين هو ماتشوات وتياترو السانك هو ليسونسيال اللي حد يلعب الكورة، هو ليسونسيال مستعد معناها مستعد باش يتعدى، مش علينا نحن كشابة مستعد يتعدى على الناس الكل. أنا عامل لي دي كونفوكاسيون في 10 دوسيات وهم 10 دوسيات على حسابي أنا مازال عنده 10 دوسيات أخرى، والبارح في الليل كلموني بيرويا توا الصباح قالوا لي البارح في الليل بعث فاكس تو ألغاه الرونديفو تاع اليوم وخرها تاع العشرة استدعاءات هذوما اللي بعثهم لي او كبعث بيرو اليوم الصباح وخرها بموعد لاحق. ما نجمش انا باش نفسر لك هذا نجم تسال سيواديه سيواديه ماني قلت لك اليوم راهو ما عادش نجم واش قاعد يخدم في الرياضه التونسيه مستحيل تكون هذه الرياضه. انا ما نجمش انا ما حاجتيش بها الرياضه ما تبزوش الشاب ما يسالش ما حاجتناش احنا خليت نحا من الخريطه في كره القدم ما تبزوش بالعكس احنا عندنا 4 سنوات نخدموا وانا نفحوا بالناس ونعملوا في الرياضه هذه تو ما هادشي هذه سياسة قاعد يخدم فيها هذه سياسة خاصة قاعد يخدم فيها هذا اليوم البارح الناس معناها في إرجانس بالغاز البارح معناتها بلاد كاملة بالغاز معناها الناس مازالت مصدومة لليوم عائلات أنا معناتها عائلتي النصف الليل الناس تتكلم فيها معناتها الماضي ساعة متاع الصباح ما تلقاش ابليكاسيون للشيء هذا ما فماش ثم ما بعد وين مش نوصلوا هذا السؤال تاو سي توفيق اللي يسالوا فيه الشارع الرياضي الكل معناتها وين باش نوصلوا تاو به؟ ها وصلنا المنعرج الغاز هاي وصلنا له اللي خايفين منه الكل وصلنا له وين باش نوصلوا اليوم؟ احنا نعرفوا الناس الكل كونه قرار عملته الجامعه قرار غاز والقرار الجامعه باش تفسروا حتى لبرا مشيت معناها انت تصور معناها الاوراق نتاع الجامعه الكل تمشي تعملها مع مترجم محلف والورقه باش الفائده نتاع الحكم تمشي تدلسها في شارع كرتاج عند مترجم غير محلف في التزاميتاج. انا زدت معايا عاد المنفذ في خاصكوتي ومشيت راهو كسلت المترجم انا سخفني المترجم قال لي جاني واجدي العوادي كاتب العام للجامعه كاتب العام تاع الجامعه راهو غشني وعاود لي نفس هو نفسه هكا هبطناها على السيت نتاعنا هو نفسه عاودها بتاريخ البارح ولا مونديال معناها بالترجمه الصحيحه ما يحبش يقول راني انا حليت الجمعيه يقول اعطيتها فافور الجمعيه راهو حتى كي تحطها على جوجل ترجمه تصير صحيحه ما يضحكش على الناس ما ينجمش يخدم معناها هيئه الرياضي بالطريقه هذيا ما ينجمش يغص الناس ما ينجمش معناها هو يفصل في البطوله كيما يحب هو يوزع فيها كيما يحب هو معناها يتمزح على الجمعيات كيما يحب ما يجيش راهو هيك الرياضي ما يجيش معناها اذا كان هو يرى في روحه اليوم يخدم في الرياضه التونسيه هو والمكتب الجامعي اللي قاعد يتفرج فيه هزلنا بلاد للهاويه معناتها لازم الناس تفيق على روحها السيد هذا وين ماشي وين ماشي السيد هذا وين ماشي وين مش يوصل السيد هذا وين اخر سؤال اي سي توفيق ما حقيقه تنجم تصلح لي المعلومه تقول لي موجوده ولا ما حقيقه المساومه اللي صارت انه في صورة تنحي توفيق المكشر وعدد من الهيئه فانه اللي صار هذا الكل نجم نلقاو في حل قانوني او مخرج لا مش صحيح فما حتى مساومه نحن عندنا مساومه لا تناقشنا لا تساومنا مع حتى شخص نحن كهيئه لا مش انتوما يعني الاقتراح جاء من الجانب المقابل لا ما جاش حتى اقتراح احنا جاء وقت النهار اللي حسينا كونه مش يقلقني انا ونايب الرئيس قدمنا الاستقاله نتاعنا ورغم ذلك تعدى هو الخط الاحمر وتعدى معناها عاقب كان بعث لي استدعاءات انا معاقب عامي ومعاقب سينيو ومعاقب 300 مليون خطايا ولا قداش وزيد بعث لي 10 استدعاءات اخرين عشان مش تحكوني بالعدالة انت وشنو ماشي مش نو سوسر معناها في كريستيفو فينالمون واضح. سيد توفيق المكشر رئيس هلال الشابة نشكرك الحقيقة على تدخلك معنا مباشرة وحصريا على نجمة فهم ورجعنا حول الأحداث اللي صارت وعاشت عليها الشاب
متر. منذ البداية، منذ البداية كان المنطلق تصعيدي من قبل جماعة كرة القدم، ويبدو لي أنه فما شخصيات معناها تكوينها لا تستطيع التراجع وقت اللي تبلغ مدى معين، وهذا أصبح عائق ذاتي وموضوعي. معناها الآن هنا نشوفه في الأحداث قاعدة تمشي وتتصاعد، تحولت إلى اعتداءات غير مبررة من الأمن، ما فماش علاش، مدينة راهي مناضلة، مدينة صامدة، مدينة على البحر تحب تكور وتقف غادي الحكاية شنو، وكنا نستطيع معناها التعاطي مع الملف بشكل آخر مهما كان الخطأ في الجانب هذا أو في الجانب الآخر. معناها أنا نقول ديما راو سواء في الكرة ولا في غير الكرة، السلطة للشعب راو، مش للناس هذية اللي قاعدة معناها تهز وتنفض وتتعلم في الحجامة. خلنا نعطيكم هنا كومنتير جينا في الشاب، نحولهم الغاز نتاع التطيب ووفروا لهم غاز نتاع القمع، هذا الكومنتير اللي جيني بكري بشوي. صحيح بربي ما نحبوش نمشيو للمربع نتاع العنف. صحيح. من اي طرف ديما نقولوا لا، انا بالنسبه لي فما رساله معناها يلزم تتوجه للامنيين، راكم غادي باش تحميوا جميع الاحتجاجات السلميه، وراهو غدوه مازال الكرني محلول والحساب مناجي، خاطر غدوة راهو تتذكروا 2011 معناها بن علي حطكم في مواجهة شعب انتوما منه، تفيقوا شوية. طبيب قالك الأمن يلقى طبيبة متاع أمه، معناتها قالها فاش تعمل مدام لبيس، معناتها استغرب هو إيماجين، معناتها راهو كيف ناكيهم في الآخر، أي عائلة فيها واحد أمني زوز بربي صحافي معناها عنده مولوتوف، إيش عنده معناها يهدد الأمن، يضرب بسكاكن بالعصي، ها وقع الاعتداء عليه. الدكاتره المتخرجين من ما نحبش عاد ما توصلنيش هذاك، خاطر كان جيت انا ناخذ في سيلفي وقت نتحاور مع وفد حكومي وقاعد على جنب وكاسكيتي التالي، وقتها ما نجم يكلمني حد حتى. برافو عليك. هاك هاو من اول فهمي باه نمشي وموزيكا مكملين معاكم، عندك ما تقول في الموضوع؟ لا لا مش نفطر، احنا معناتها نعملوا فطور لهنا، زاد فكره باهيه مش خايبه، اما نعملوا سيلفي ونهبطوا على انستغرام مش يتعدى تهضر. مكملين معاكم حتى للتسعة نتاع الصباح، هذه نجمة الصباح، نستناو في تعليقكم على الباج اوفيسيال فيسبوك. ابدا نهارك مرتاح واسمع نجمة الصباح.